الذين يريدون أن يوظفوا المسجد للخروج لهذا الإعلام أكثرهم، وأنا المسؤول عن هذا الكلام، لا تعرف جباههم السجود. قد في كثير من الحال أتهم بأنه أنا يعني أقف في صف المسؤولين لهذه القضية. الآن الشيء الذي يتم أيها الإخوة إنما يتم بتخطيط من الخارج، وهذا ما ينبغي أن تكون عليه حالة جيشنا القائم ولله الحمد على تنفيذ ما ينبغي أن ينفذ. والله ليس بين أفراد هذا الجيش وبين أن يكونوا في رتبة أصحاب رسول الله إلا أن يرعوا حق الله في أنفسهم. العزاء الحقيقي أن نقول نعم كلنا يا أبا باسل لك باسل. هذا البلاء الماحق الذي جاء من جراء هذه الفتنة.